السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كما وعدتكم، اليوم لنا موعد مع نماذج من المراقبة المستمرة الخاصة بالفترة الثالثة من هذه السنة الدراسية، دائما المستوى الأول ابتدائي. إذا الموضوع الأول الذي سأقترحه عليكم هو موضوع القراءة. إذا لنبدأ مع السؤال الأول، أقرأ بطلاقة الكلمات التالية. إذا هذا السؤال ينقط على 2. إذا لدينا مجموعة من الكلمات سنقوم بقراءتها قراءة سليمة وبطلاقة. إذا تابعوا معي. منظورا، حطب، سألتها، هلمي، أحتسي، محجوب، جائعة. أعيد. منظورا، حطب، سألتها، هلمي، أحتسي، محجوب، جائعة. إذن هذه الكلمات المطلوب أصدقائي أن نقرأها بطلاقة وبدون أخطاء قراءة سليمة. السؤال الثاني، أقرأ الكلمات ثم أربطها بالصور الدالة عليها. إذن لدينا مجموعة من الكلمات ولدينا مجموعة من الصور، سنربط كل كلمة بالصورة المناسبة. لاحظوا مع الكلمة الأولى نعاج. إذن نعاج، لدينا الصورة التي تمثل نعاج هي الصورة الثالثة، ونقوم بصلة كلمة نعاج مع الصورة. إذن الكلمة الثانية إناء. إذن الصورة الأولى هي الصورة التي تمثل الإناء، ونقوم بوصلهما. ثم أخيرا هرة، سنقوم بوصلها مع الهرة. ونمر إلى السؤال الثالث، أكتب تحت كل صورة الكلمة المناسبة لها. إذا لدينا مجموعة من الصور، سنقوم بكتابة الكلمة المناسبة. إذا الصورة الأولى تمثل جرس، صحيح؟ جرس. الصورة الثانية لعظم أو عظم، إذا نكتب عظم. الصورة الأخيرة لسلحفات، إذن ونكتب سلحفات. إذن التمرين الأخير، أصنف الكلمات التالية حسب الحرف الذي تتضمنه. لدينا مجموعة من الكلمات ولدينا 4 خانات. هنا خانة الكلمات التي تتضمن حرف الحاء، وهنا خانة الكلمات التي تتضمن حرف الهاء، وهنا الكلمات المتضمنة لحرف الجيم، وهنا الكلمات المتضمنة للهمزة. إذن سنقوم بكتابة كل كلمة في مكانها المناسب. إذن أرنب سنكتبها في هذه الخانة، أرنب. هلال في خانة حرف الهاء، هلال. جسر في خانة حرف الجيم، ملح في خانة حرف الحاء، تاج في خانة حرف الجيم، تاج. حسناء في خانة حرف الحاء، حسناء. ويمكن أن نكتبها كذلك في خانة الحرف المتضمن للهمزة. إذن سنكتبها في الخانتان معا، حسناء. منبه سنكتبها في هذه الخانة، خانة حرف الهاء، منبه. إذا أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا هذا يعني المقترح والنموذج للمراقبة المستمرة الخاص بالقراءة. الآن سنمر إلى الخط والنقل والإملاء. إذن سأقترح عليكم هذا النموذج الخاص بالخط والنقل والإملاء، وسنكتب ونبدأ مع الخط. لدينا مجموعة من الكلمات أو النماذج الخطية سنقوم بكتابتها. إذن لنبدأ مع محرار. إذن تابعوا معي، سأكتب الكلمة محرار 3 مرات. ثم منبه،
كذلك نكتبها 3 مرات. أسئلة كذلك سنكتبها 3 مرات. المطلوب أصدقائي هو أن نحترم مقاييس الحروف وأن يكون الخط واضح وكبير. وأن تكون الحروف متناسقة فيما بينها. نتكلم عن جمالية الحرف. هائج كذلك سنكتبها 3 مرات. الآن لنمر إلى النقل. إذن بالنسبة للنقل لدينا جملة: خالي رجل جواد أعطى المحتاج دراهم. وسنقوم بكتابة هذه الجملة، سنقوم بنقلها وكتابتها. إذن تابعوا معي: خالي رجل جواد أعطى المحتاج دراهم. إذن هذا فيما يخص النقل أصدقائي. الآن سنمر إلى الإملاء. أكتب ما يملي علي أستاذي. إذن هنا هذا النشاط هو مرتبط بالأستاذ في القسم، سيقوم الأستاذ يعني إملاء جملة من الجمل، ويقوم الأطفال والتلاميذ بكتابتها. مثلا أنا سأقترح عليكم الجملة التالية: لا ترمي النفايات في الشارع. إذن ستأخذون أوراقكم وتكتبون هذه الجملة: لا ترمي النفايات في الشارع. إذن لنصحح هذه الجملة. إذن لا ترمي النفايات في الشارع. إذن أصدقائي هذا فيما يخص الإملاء. إذن بهكذا نكون ونتمم دائما مع مكون اللغة العربية، هذه المرة مع مكون التعبير الكتابي. إذن بالنسبة للتعبير الكتابي لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: أقوم بالتجزيء المقطعي كما في المثال. لاحظوا معي المثال، لدينا حصان قمنا بتجزيئه إلى 3 مقاطع صوتية: حي ص نون. إذن نفس الشيء سنقوم به مع باقي الكلمات. محفظة، إذن لدينا المقطع الأول مح ف ظ تون. إذن كم من مقطع أصدقائي؟ 4 مقاطع صوتية: مح ف ظ تون. إذن صحراء لدينا صح را ان 3 مقاطع صوتية. علاجا، اذا لدينا عي ثم لا ثم جن، اذا 3 مقاطع صوتية. الان نمر الى السؤال الثاني: اقوم باضافة مقاطع لتكوين كلمات اخرى كما في المثال. لاحظوا معي: غار غائر. اذا اضفنا الهمزة، لاحظوا معي الهمزة التي أضفناها هنا وأصبحت لدينا كلمة أخرى: غائر. نفس الشيء ماء، سنضيف لها حرف السين لتصبح سماء. دار، إذن سنضيف إليها حرف الميم وتصبح مدار. لاحظوا معي كلمة واد، سنضيف إليها أيضا حرف السين وستصبح الكلمة
سواد. إذن هناك كلمات أخرى يمكن يعني حروف أخرى سنضيفها وسنحصل على كلمات جديدة. السؤال الثالث، أرتب الكلمات وأكتب جملة مفيدة. إذا لدينا مجموعة من الكلمات سنرتبها لتكوين جملة مفيدة. إذن حساء في منظور المساء لذيذة. إذن احتسى، الفعل هو احتسى. إذن الجملة دائما تبدأ بفعل. احتسى من منظور. ماذا حساء؟ كيف هي؟ لذيذة. متى؟ في المساء. احتسى منظور حساء لذيذة في المساء. إذن السؤال الرابع والأخير، ألاحظ المشهد وأعبر عنه بجملة. لاحظوا معي المشهد، لفلاح يحرث الأرض يعني بواسطة المحراث التقليدي. إذن سنكتب جملة عن هذا المشهد، وأقترح عليكم هذه الجملة البسيطة والسهلة كذلك. يحرث الفلاح الأرض. إذن جملة صحيحة وجملة سهلة، يحرث الفلاح الأرض. إذن هذه هي الجملة التي تعبر عن هذا المشهد. إذن أصدقائي لكي لا أطيل عليكم، إذن سأخصص كل فيديو لمادة معينة إلى أن نكمل جميع المواد الخاصة بالتقويمات ويعني المواد يعني لكل مستوى، لكي يسهل عليكم يعني إيجاد الفيديو الخاص. إذن تلميذ، إذا كان لدينا تلميذ مثلا يريد أن مثلا أن يقوم باستكشاف مثلا مراقبة مستمرة خاصة باللغة العربية، سيبحث يعني سيسهل عليه البحث عنها. وكذلك إذا أراد مثلا مكون آخر مثلا النشاط العلمي، سيسهل عليه ذلك أيضا. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه. إذن مباشرة بعد هذا الفيديو ستجدون نموذج المراقبة المستمرة الخاصة بمادة التربية الإسلامية، دائما الفترة الثانية والمستوى يعني الفترة الثالثة عفوا والمستوى الأول. إذن كونوا في الموعد. إلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.